مسجد الناصر محمد ابن قلاوون، وده المنبر وده المحراب. اظن ان ده معمول من خشب الصندل، اظن يعني عشان مش عايزه افتي. بصوا الجمال والدقه، ممكن تكبروا انتوا شويه عشان اعمل لكم زوم. بصوا التفاصيل، منتهى الجمال والروعه. السقف بقى حكايه لوحده، واللي فوق دي اسمها مقرنصات. الإضاءة بتساعد في التصوير على فكرة يا شباب، يعني زاوية الإضاءة بتساعد في التصوير. Or the member, that's the same as Moses Mountain too. And that's where the Imam would go to the top and talk to the people. And in the Muslim case, that would be in Friday. For Muslims who has five prayers every day, which is that five prayers, dawn, noon, afternoon, sunset, and evening prayers. By the noon, every Friday, you have to give a speech before the break. Whereas actually that speech has to be about life, religion, and a little bit religious. Whereas actually that's where the Imam would go to the top. المصريين اللي رافعين راسنا. برافو عليك، هو ده الفن يا ماما، هو ده الفن. برافو عليك، خدتي بالك. لو جيتي هنا بعدتي شوية هتشوفي القلعة من هنا، هتشوفي مسجد محمد علي. بفسحكم معايا والله، جت كده سبحان الله، قدرا لا على البال ولا على الخاطر، وهي جت فانا جيت بس كده.